تساعد السياحة في نشر ثقافات وتاريخ البلدان، بالإضافة لإتاحة الفرصة لشرح الجمال والفنون. وبفضل السياحة تنتشر اللغات على نطاق واسع خارج حدود البلد. تعد السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي بها، توفر من عائدات دولارية سنوية وعوائد العملة الأجنبية ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر. وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم، حيث تنتشر فيها المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية، وتقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران. وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الأسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذبا للسياح بشكل عام. ترتبط السياحة في البلاد بالاقتصاد بشكل كبير، حيث إن قطاع السياحة يعزز الصناعة الوطنية ويزيد من فرص العمل، وهنالك بلاد تعتمد على السياحة كمصدر لدخلها القومي الرئيسي. تتعدد أنواع السياحة، ومنها السياحة الدينية والسياحة الرياضية والسياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية. برحب بكم مرة تانية. الحقيقة انه كلنا متفقين انه في اكتر من مصدر للدخل القومي، ولكن الحقيقة انه يعني السياحة من اهم مصادر الدخل القومي، وانها بتعكس بشكل اول واخير حضارة البلد ايا كانت البلد. لكن احنا طبعا النهاردة بنختص في كلامنا عن مصر، لانه الحقيقة انه الحالة الاقتصادية الفترة اللي فاتت وسنوات عدت كنا بنحس انه في مشكلة كبيرة في الحالة الاقتصادية وفي السياحة في مصر. الفترة كمان أو السنتين الأخرانيتين اللي فاتوا على طول حسينا أنه السياحة بقت أفضل من قبل كده بكتير، حسينا أنه الحالة الاقتصادية في طريقها للنمو، حسينا أنه الدخل القومي ووجود عملة صعبة في السوق المصري إلى حد ما، طبعا مش طبعا بالرقم اللي كلنا محتاجينه واللي كلنا أو سيادة الرئيس بيسعى إليه بشكل مستمر، لكن إلى حد ما النسبة دي زادت في السوق المصري نتيجة عمل الدولة بشكل مستمر في تنشيط السياحة. في مبادرة اتكلمت عنها في بداية الحلقة النهاردة، المبادرة من البنك المركزي لتنشيط السياحة. حابين نعرف أكتر عن المبادرة، حابين نعرف علاقة البنك المركزي وهدف البنك المركزي من هذه المبادرة، حابين نتكلم كمان عن أنه هل في تنسيق ما بين وزارة السياحة وما بين البنك المركزي فيما يخص مثل هذه المبادرات. كمان الأهم بالنسبة لي أنا بشكل شخصي، دوري أنا كمواطنة مصرية ودور حضرتك كمواطن مصري أنك تحافظ على كل خطوة بتخطوها الدولة، وأنه ما تحاولش بأي شكل من الأشكال أنك أولا تسمع لبعض الناس اللي بتحاول أنها تدي أو تشحن المواطن وتشحن الشارع المصري أنه ما فيش أمل وما بنعملش حاجة جديدة، وإحنا كمان علينا دور أنه إحنا نشارك في ده بشكل قوي جدا. بيسعدنا النهاردة وبيشرفنا يكون معنا في استوديو صباح النور، اتكلمنا عن مبادرة البنك المركزي دكتور مصطفى إبراهيم الخبير الاقتصادي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا فندم. بيسعدنا كمان وبيشرفنا يكون معنا دكتور بشرى الجرجاوي الخبير السياحي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. منورنا. بداية هبدأ مع دكتور مصطفى، خلينا نتكلم على رأيك في المبادرة أولا، والأهم كمان أنه نتكلم أكتر عن المبادرة نشرحها للناس علشان في ناس ما تعرفش عنها معلومات كتير. هي المبادرة هي مش مبادرة جديدة، هي امتداد لمبادرة قديمة موجودة من 2013 وابتدت يحصل فيها مد. ايه الفكرة بتاعتها؟ ببساطة جدا ان القطاع ده من القطاعات اللي اتأثرت بشدة كبيرة جدا من خلال الفترات اللي كان فيها اضطرابات على الارض في مصر، وما زالت بتعاني. ما فيش شك ان دي كيانات ضخمة جدا، لو افترضنا حتى فيها قطاعات كثيرة، لكن هنتكلم مثلا على قطاع الاوتيلات والشركات السياحة والاوتوبيسات السياحية والمراكب السياحية، استثماراتها ضخمة وكان فيها عمالة كثيرة. فما فيش شك ان
الخسائر عندهم ضخمة، وكان لازم المجتمع ككل يتعاون لأنك أنت عايز تحافظي على البنية الأساسية بتاعة الصناعة دي. مفيش شك أن الفترة فيها كان فترة صعبة تمويليا، في مراحل كان في بعض الأوتيلات كان يعني العائد زيرو تقريبا، يعني ما كانش في أي نوع من السياحة تقريبا في بعض القطاعات زي شرم الشيخ وكده. فطبعا ما تقدرش الكيانات دي تمتد من غير حقن مادي لفترات عشان تقدر تستعيد عافيتها. المبادرة ببساطة أنك بترحل التمويل اللي موجود أو القروض اللي موجودة لفترات تتراوح لغاية 3 سنين مع فترة سماح سنة مع ترحيل الفوائد والكلام ده كله، تديله بس فترة أنه يتنفس فيها، مع برضو الرغبة إذا كان في بعض الشركات المتعثرة يعاد الجدولة ويعاد الحقن مرة أخرى بأموال عشان تقدر تقوم بيها. لأن مش بس الناس دي عانت من مشكلة نقص السيولة وخسائر ضخمة، لكن خلي بال حضرتك الفترة الجاية هتواجههم صعوبة كبيرة هي إعادة تأهيل الفنادق والمناطق دي، لأن أنت لما تقفلي أوضة 3-4 سنين أو حمام سباحة أو مطبخ أو لقندة عائمة لسنوات، إعادة الصيانة بتاعتها وإعادة تأهيلها مرة أخرى تكون صلاحة للاستخدام مكلفة جدا، ودي تحدي هيقابل المجتمع ككل. وإعادة التسويق كمان مرة تانية، لأنه طبيعي. بدأنا إنه نفتح وبدأنا إنه نطور من مثلا أوتيل من الأوتيلات ده برضو، لأنه بتبقى ركزت في صورة معينة في عقول كتير وفي عند ناس كتير انه لا خلاص المكان ده ما بقاش مؤهل، فبالتالي علشان ارجع اسوق له مرة تانية ده محتاج مني مجهود. الفكرة كلها حضرتك بتقولي فيها دي 100% مظبوطة، فكرة ان انت النهاردة لما بتسوق لنفسك بتحط نفسك تحت المجهر، فحاجة من الاثنين، يا اما انت جاهز يا اما انت مش جاهز. زي مثلا ما يجي مثلا ريستوران يعمل اعلان بمليون جنيه وتروح انت الاعلانات وبتاع تروح لا الريستوران مش جاهز، الاكل وحش، الكلام ده كله، فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان انت بتخرجي من وتقولي للناس تانيين ما تجوش. فدي طبعا مرحلة احنا مش عايزين نوصل لها. الحمد لله كان في نوع من التعافي الكويس اللي موجود على الارض، نأمل انه يستمر، وهو ما تقدريش تختزل التعافي ده لجهة واحدة، هي عدة جهات متصلة مع بعضها. ودي طبعا يعني بشرى بيه كمان اقدر مني على الكلام في قطاع السياحة، لكن في نفس الوقت المجتمع ككل السياحة بتمسه من اول إزازة المية لسواق التاكسي للي بيعمل للمطابع، مش هكلمك على الاكل والكهرباء والكلام ده كله، ولا وبالاخص ان السائح بطبيعته بيشتري اي منتج باعلى سعر بالزبط. فهو اعلى قيمه مضافه بالنسبه لك بالنسبه للمجتمع. داخل السياحه عاده يعني واحنا بنتكلم دلوقتي يصل تقريبا يعني او هيصل لضعف دخل قناه السويس، ده بيديك اهميته. ومش بس كده، ده نوع من الانشطه اللي موجوده على الارض، ان انت لو بكره ان شاء الله حصل في سياحه بتدوس زرار بيطلع لك منتج. صحيح. طيب هاخد من كلام دكتور مصطفى لحضرتك دكتور بشرى، انه يعني دكتور مصطفى اولا يعني سلط الضوء على جزئيه مهمه، هي انه المبادره دي مش جديده ولكنها امتداد للمبادره بدات في 2013. اولا لغايه دلوقتي من 2013 لغايه دلوقتي نسبه التعافي في السياحه وصلت لغايه كام تقريبا؟ لانه في بعض المواطنين اللي كانت حياتهم كلها مرتبطه بالسياحه لغايه دلوقتي لسه في شكوى انه لسه السياحه ما رجعتش زي الاول، الا في بعض الاماكن السياحيه زي مثلا شرم الشيخ، زي الغردقه، زي بعض الاماكن. لكن لغايه دلوقتي الناس مثلا اللي في الاقصر مثلا لسه بيشتكوا انه لسه السياحه ما رجعتش. فبنسبه كام حصل التعافي في السياحه من 2013 حتى اللحظه دي؟ احنا مش هنبتدي نتكلم عن شكوى الناس، لان دي شكوى في كل قطاع السياحه. المفروض السياحة دي هي الدخل القومي المهم جدا جدا لمصر، طبعا محدش مهتم بيه أو بيتكلم فيه غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. خدت بال حضرتك ازاي؟ إنما باقي الجهات المعنية بهذا القطاع مش مهتمية في أجندة لسه شغالة في مصر بتحارب هذا المنتج اللي يعتبر ملوش ماتيريال. احنا بنبيع الهواء والشمس والنيل والاثار، يعني لما عايزين بترول بنصرف عشان نطلع بترول بالظبط، انما عشان نشغل سياحه ما بنصرفش، عشان الماتيريال بتاعها ربنا عاطيه مصر ببلاش. انما المبادره بتاعت السياحه، المبادره بتاعت البنك المركزي،
انت عشان تدي قرض لمنشأة سياحية، اولا كل البنوك الوطنية اتسحبت من كل المدن الحدودية اللي فيها، يعني زي طابة وشرم الشيخ وسيوة ومرسى، كل البنوك الوطنية اتسحبت. ولما تروحي تقدمي على قرض لمنشأة سياحية بيتعاملوا معاكي على انك انت بتاخدي قرض وتمشي. طب ليه اتسحبت؟ انا هقول اتسحبت نظام بنوك. اه القرض بيتعمل ازاي عشان يدي منشاه سياحيه؟ يعني مثلا احنا عندنا في موسم الحج والعمره كل الاتوبيسات بتتسحب من مصر. الاتوبيسات السياحيه كلها بتتسحب. شركات الاتوبيسات السياحيه عايز يجيب اتوبيس بيشترطوا انه يجيب اتوبيس زيرو. طيب اديني قرض، يقول لك هتدفع 30% من قيمة القرض ويبقى عندك ضمانات مادية ب 40%. طب أنا لو عندي 70% عشان أحطهم بلوك في بنك عشان أخد قرض، طب أنا أجي لك أخد قرض ليه؟ أخد قرض ليه من الأول؟ لما يكون عندي 70%. مفروض قطاع السياحة ده يتمول بقروض ملهاش فوائد، لان القطر تسهيلات اكتر. القطر واقف يا جماعه، اه ما فيهوش لسه، ما اتحطش فيه بنزين، ما اتحطش فيه جاز عشان يمشي. والقطر ده لما بيمشي بيدر لجميع الفئات وجميع الصناعات، وبيوفر ايادي عامله وبينقل صوره امنيه جميله عن مصر بره. انت مشي لي القطر وخد زي ما انت عايز، بس مشيني، انا جاي لك وانا متكسر، انا مش جاي لك وانا مش متعافي. طب بس يا دكتور، يعني برضو سؤال يعني ناس بتطرحه في الجزئيه دي. فضل. حضرتك بتقول انه الجهات المعنيه، يعني الوحيد اللي مهتم بالجزئيه دي هو سياده الرئيس. yeah. الجهات المعنيه بده لسه ما اهتمتش الاهتمام المطلوب منها. بالظبط. هم مستفيدين ايه، او ليه بيعملوا كده، او ليه ماشيين في الاتجاه المعاكس؟ معلش، يمكن انا قلت في وسط الكلام ان في لسه اجنده شغاله، لسه في أجندة لهدم هذا القطاع، لأن القطاع ده يعتبر من أهم القطاعات والصناعات اللي في مصر اللي تعمل تدر. احنا عندنا يعني احنا مطلوب مننا، او عندنا يمكن الدكتور مصطفى عارف 90 مليار يا دكتور، المطلوب ان يبقى في احتياطي 90 مليار. احنا دلوقتي وصلنا ل 44، عندنا 40 مليار. يعني احنا بننزل، احنا بنشوف التلفزيون والاعلان ونشوف كل الكلام ده جميل، انما لما تخش للحقيقه تلاقي لازم هذا القطاع الوحيد اللي هينعش مصر ماديا. يتساعد ازاي؟ احنا شاكرين جدا للرئيس وشاكرين جدا للبنك المركزي، انما في يعني انا اولا يعني ما فيش ولا واحد خد قرض لغايه دلوقتي. ولا واحد خد قرض، لان هو القروض مش مسهله، مش مسهله خالص. ما انا بقول لحضرتك انا هروح دلوقتي عايز اشتري، يعني دون قطع حضرتك، هو المبادره في اعاده جدوله القروض اللي موجوده اكتر منها في اعطاء قروض جديده. يعني حتى المبادره بتتكلم على فتره سماح سنه واعاده جدوله الفتره. حد في قطاع السياحه عنده ديون هو مش قادر يدفع، بيجدولوها، ده جميل. بس يمشوه، ما هي جزء من المبادره اعاده برضو، كان جزء منها اعاده دراسه. معنى ايه يا دكتور؟ يعني يحط يعني شروط بدل جديده لا 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 يعني للقرض. يعني مثلا انا مثلا عليا قروض، عندي قرض ما بدفعش بقالي سنتين او ثلاثه اللي هو حصل فيها الدروب في مصر، عليا ديون كويس. بدل ما يطالبوني دلوقتي يقولي لا يا عم ادفعها على سنتين، ايوه بس مشيني عشان اقدر ادفع. وده جزء من المبادرة على فكرة، إعادة صياغة إعادة دراسة العملاء المتعسرين لإعادة تشغيلهم. أوكي ده جميل. ده جميل، بس في فنادق وفي شركات سياحة وفي حاجات واقفة بقالها 4-5 سنين. حضرتك بتقول مشيني علشان أقدر أدفع، صح كده؟ طبعا. مشيني دي إزاي بقى؟ يعملوا إيه المفروض؟ المفروض أنا عندي مشروع، تمام، المشروع ده أسس ليه تمن. طبعا خدت بال حضرتك؟ طبعا. ما تقوليش بقى ادفع 30% عندك واحط ودائع ب 40% عشان تديني قرض. اي طب انا اوريدي خدت القرض يا دكتور، يعني مخدتش. انا واخد القرض. انا ما خدتش، انا واخد القرض ومفيش وما بدفعش بقالي كتير لاني عليا ديون. لا لا لا، فانا من البدايه انا موافق على شروط القرض. لا لا، دي حاجه عالميه، ان انا لما اتعرض لحرب او اتعرض لصواعق او اتعرض لسيول اوتوماتيك لازم الدوله تقف جنبي، لان مش بمزاجي انا، مش ما بدفعش عشان مش عايز ادفع، انا ما بدفعش لان انا بدفع من شغلي. شغلي ما فيش شغل، يعني ما فيش سياحه، ادفع انا منين؟ خدت بال حضرتك؟ ومشروعي قائم، اصل انا مش جاي لك سوري، انا مش جاي من على القهوه بقول لك اديني قرض. انا عندي مشروع، المشروع ده تقييمه كام؟ 100 مليون جنيه. طب انا طالب منك 5،
ما تقوليش ادفع من الخمسة مليون ونص خدت بالك وتحط لي ودايع كمان ب 40% يبقى انا حطت عندك 70%. طب ما تقيم مشروعي ده واديني نسبة 10%. تمام. يعني عندك طابة مثلا طابة كل المشاريع اللي فيها واقفة ما فيهاش 1%، الطريق مقفول، المطار مش شغال، عندك الواحات، عندك سيوة، تذكرة الطيارة الداخلية ب 4000 جنيه ينفع؟ يعني تذكرة طيران داخلي ب 4000 جنيه كتير جدا. عشان كده كل الناس خلاص بقت تتجه تروح اليونان، تروح تركيا، تروح إيطاليا. لا خليني أدفع الرقم ده لما أنا أسافر بره البلد. زائد إن شركة مصر طيران بتقول لك إن عندها خسائر 80 مليون جنيه. إزاي التذاكر بالسعر ده وعندك الخسائر بالحجم ده؟ طيب. انت تعمل انت ممكن تعمل يعني المفروض الدوله طيب. الدوله رغم ان انا واقف ورغم ان انا ما بشتغلش ورغم ان انا عمال اقول ايه ساعدونا سياحيا، عمال اقول اعملوا يعني تسويق، طب ادونا قرض، واحنا بنتكلم في كده بندفع ميه وبندفع نور وبندفع ضريبه مضافه، دول ما بيقفوش. ده المفروض هذا القطاع يتعافى من كل الكلام ده لغايه ما يتعافى. اول ما تعافى خد زي ما انت عايز بالظبط. طيب ده خليني برضو اسال دكتور مصطفى عن انه ليه لغايه دلوقتي، اولا في ناس بتقول انه السياحه بتتعافى لسه طبعا ما وصلتش للنسبه، وحضراتكم برضو اكدتوا نفس المعلومه، ولغايه دلوقتي بس في مناطق سياحيه معينه هو اللي بيتم الاهتمام بيها سياحيا، ونتيجه لده فالناس متخيله انه السياحه في مصر بدات تنشط مره تانية. بعد اذنك رد على حضرتك. اتفضل. اولا اللي احنا يعني 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 عشان نقول عندنا سياحه، بقى عندنا السياحه الروسيه. السياحه الروسيه دي سياحه شاطئيه، والسياحه الشاطئيه موجوده في كل حته في العالم. ايوه صحيح. والسائح الروسي انا اسف مصر ما بتستفادش منه. انا عايز السائح اللي جاي للسياحه الثقافيه، سياحه النيل، سياحه السفاري، سياحه الصحراء، لان ده بيشتري وكله بيستفيد منه، السواق بيستفيد والدراي كلين بيستفيد والسوبر ماركت بيستفيد. انت متخيله اللي بيجي يدفع 26 دولار ده عشان يجي رحله، هل ده مصر بتستفيد منه حاجه؟ ما بتستفادش منه حاجه. السياحه اللي بنستفيد منها السياحه اللي كانت بتيجي من اوروبا، السياحه اللي كانت بتيجي من الدول العربيه، واحنا بنسعى دلوقتي وكان عندنا مؤتمر بالنسبه للسياحه الصحيه، وبنستقطب يعني بطن قاره افريقيا على اساس نخلي افريقيا دي قلب العالم في السياحه. تمام. طيب دكتور مصطفى، يعني بما اننا بنتكلم برضو عن المبادره، سياده الرئيس مهتم جدا 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 على مدار سنوات رئاسته انه يظهر الاماكن السياحيه الجميله اللي موجوده عندنا في مصر بشتى الطرق. تأثير ده اقتصاديا حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها وطبقا طبعا للمبادرة ودورها في تنشيط السياحة وصل لغاية فين؟ بصي، لازم نفرق بين أكتر من حاجة في الحديث اللي دار. أول حاجة احنا بنتكلم على مشكلة قايمة اللي هي القروض القديمة، ودي بيتم التعامل معها. ما فيش شك ان القروض الجديدة دي مطلوب التعامل معها، لان في مطلوب فعلا جزء من السيولة عشان يدور الكلام ده كله. بس في برضو بعض المنطق لازم نتكلم بمنطق الاخرين. اول حاجة يكمن دائما الشيطان في التفاصيل، بمعنى انه لما تيجي بتكلمي مع بنك بلد فلوس مودعين، والبنك المركزي نفسه كان محذر الاقراض في مناطق السياحيه نتيجه ان ما فيش سياحه بالشكل الكبير. ده منطق وده منطق مقبول، فلازم هنا الدوله تتدخل تكون نوع من الجارانتور او اللي بتضمن بعض الدفع للبنوك دي. الحاجه الثانيه وفي منطق ثاني برضو داير جوه المجتمع، قطاع السياحه كان بيكسب لفترات طويله جدا، ما كانش بيدفع غير زي اي حد فينا، واي حد فينا في خلال الثوره في قطاعات كثيره اتاثرت بشكل سلبي طبعاً. وما زالت متاثره. فمش معنى كده ان احنا بنقول بنشيل ايدنا من قطاع السياحه، لكن في فرق بين واحد عنده ركنده بقى 30 سنه بتكسب
وجي عنده سنتين ثلاثة عجاف، وفي فرق بين واحد لسه فاتح بقى له سنتين وبقى له 4 سنين في سنوات عجاف. فلازم برضو يبقى فينا منطق الفكرة ايه اللي كسب ما بيدفع مع الغانم غارم في التجارة. منطق التجارة ايه؟ يعني انا راجل في البيزنس وعندي نوع لازم وانا بشتغل عندي نوع من المخاطرة. وعشان كده الامثلة القديمة لما قال لك الغانم غارم، يعني انت طول ما انت بتكسب فانت معرض للخسارة. فده برضو لازم يتحط في الاعتبار. الناس اللي كسبت كتير، في ناس منهم كسبت كتير، مش كلهم طبعا، لكن في نفس الوقت هو المفروض انه يتحمل خسائره لو حصل خسائر، لان ده جزء من تركيبه الصناعه. هل ده ممكن يبقى له علاقه يا دكتور ب زي ما نقول كده شطاره القائم على المنطقه السياحيه دي؟ او لو مثلا في اوتيل، هل مثلا صاحب الاوتيل ده او المسؤول عن مجموعه اوتيلات في منطقه معينه قادر انه يبقى جاذب لعدد اكبر من السياح بشكل اكبر من شخص تاني؟ بدليل في بعض الشركات بدون ذكر اسماء عشان ما تبقاش دعايه، أيوة. الفتره اللي فاتت كانت بنجيب السائح باغلى سعر، بالظبط، مش ب 20 جنيه، مش ب 20 و 25 دولار زي ما بشر بيتكلم. فالفكره كلها في عمليه تسويق. طبعا ما بنقولش ان احنا عشان برضو عشان يبقى الناس متصوره احنا بنتكلم في ايه. الفكره كلها ان ده قطاع بيعاني، وقطاع ممكن يبقى قيمه مضافه كبيره للسوق. فلازم النهارده نقدر نتكلم معاه نخاطب. المشكله مشكله قطاع السياحه زي كل اغلب مشاكل مصر، بتتكلمي في جزر منعزله زي ما بشر بيه تكرم مشكورا وقال لك التذكره للاسر ب 4000 جنيه. انا عندي اكتر من صديق كانوا مسافرين باسرهم رايحين ياخدوا مراكب، المركب ب 2500 جنيه 4 ايام، يلاقي التذكره ب 4000 جنيه فيمتنع. لو بيروح ايه ده، بتروح عائله يعني واحد ومراته معاه ولدين، يبقوا اربعه في اربعه، يدفع 16000 جنيه عشان يروح الاسر. فالفكره كلها المفروض ان وزاره السياحه مع وزير الطيران يتكلموا. يعني ما تقدرش انك انت النهارده بعد اذنك لحظه واحده حضرتك، السياحة دي المكسب بتاعها لمصر مش لصاحب الفندق. طبعا يعني العملة الصعبة اللي بتخش دي داخلة للدولة، صح يا دكتور مصطفى؟ يعني معظمها صاحب الفندق طبعا مستفيد يا دكتور. ما انا مش هفتح ببلاش، انما انا بتكلم كعملة صعبة داخلة مصر. هو يعني حضرتك عايز تقوله ان النشاط ده مدير العملة الصعبة، في انشطة اخرى ممكن تكون ليها اهمية قومية زي مثلا شركات المقاولات والى اخره بنقدر نستوردها، فهياش مدرة للدخل للعملة الصعبة اللي احنا محتاجينها. ما فيش شك ان السياحة في اي حتة في العالم هي من اكبر المصادر الدخل بالنسبة للسياحة. بنشوف دول كتيرة زي فرنسا بيخشها، يعني قبرص دي بلد قد كده، تونس قبرص دي 500,000 بيخشها 4 مليون يعني 8 أضعاف السكان. تخيل إن احنا بيخش لنا مثلا إيه 800 مليون سايح، حاجة بالشكل ده. فطبعا احنا النهاردة مقصرين في حق أنفسنا. طب الحل ختاما كده يا دكتور، ورسالة من حضرتك، ويعني بعد كده أخد رسالة أخيرة من دكتور بشر. الحل ببساطة جدا إن ده نشاط مهم للمجتمع، بيضيف للقيمة المضافة زي ما بشر بيه قال، ده جزء من الدخل، ده ربنا حبانا بيه من غير أي تكلفة. فلازم الدولة تتعامل فيه مش بمنطق وزر المنعزلة، لازم يكون في سياسة واضحة، ما تكونش مثلا البنك المركزي شغال لوحده، وزارة السياحة شغالة لوحدها، وزير الطيران شغال لوحده. ده يبقى نوع من السيمفونيه، الكل يتعامل فيه، في قائد واحد للاوركسترا هو اللي اكتر من، لانه دي احنا ما عندناش رفاهيه الوقت، وفي نفس الوقت المجتمع عليه ضغوط كثيره. ودي من الانشطه غير المصانع، انا عشان اعمل مصنع عايز له سنتين ثلاثه، ده ممكن الصبح لو النشاط ده اتحرك بتدوس على زرار بالاوضه بتنور بتدخلك فلوس. تمام، كلمه اخيره من حضرتك يا دكتور. كلمه اخيره ان كل اللي بيقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسف جميل، بس ما فيش يعني الباقي ما بيكملش. الحل ان لازم يبقى فيه يعني رقابه. يعني البنك المركزي اذا كان ناوي يقف جنب قطاع السياحه يبقى لازم يبقى فيه مراقبه، وما يبقاش الكبار بس هم اللي بياخدوا. احنا بندي يعني اللي راحوا عملوا مشاريع سياحيه في البلاد الحدوديه، في طابه، في نويبع، في سيوه، في الواحات، دول المفروض دي الرئيس كان بينادي انه عايز يعمر الحدود دي. صحيح. على اساس يبقى في سيفتي، ويبقى في اعاشه، ويبقى في ناس. المحلات قفلت، الناس قفلت، الفنادق قفلت، فنرجع نعيد لما يجي البنك بقى يقول لك عشان تشتغل تدفع 70% او 30 وتخلي ودائع ب 40 70%. طب ما انا خلاص ما نشتغل، انا مش محتاجه. صحيح، لا محتاجين تسهيلات. بشكركم جدا على كلامكم، وبشكركم على ارائكم، وبشكركم على رسالتكم بشكل مستمر.
المستمر دكتور بشرى الجرجاوي الخبير السياحي، بشكرك شكرا جزيلا دكتور. بشكر كمان دكتور مصطفى ابراهيم الخبير الاقتصادي، بشكرك نورتونا. الله يخليك. هخرج مع حضراتكم لفاصل اخير في الحلقه النهارده، بعد الفاصل فقره مع الناس، انتظرونا.